إبراهيم شيو لريسك دو بيمون أو نيفو أن لانترناسيونال. يعني كاين المخاطر التجارية، المخاطر التجارية بحالاش مثلا المخاطر التجارية قال لك لانكاباسيتي دو ليفغي لا مارشانديز دو لابار دو ليكسبورتاتور غراس أ أن بروبليم تكنيك أو فينونسي أون بو كوفغيغ أون سوسكخيغ لاشورونس. يعني لامبورتاتور يمكن انه يرد السلعه، ما يبغيش يتستلم السلعه. علاش؟ حيت غيكون عنده شي مشكل مالي، يعني ما عندوش الفلوس باش يخلصك دابا، ما عندوش الفلوس باش يخلصك دابا، يعني وقعت عنده بحال قلتي ازمه ياك، ولا ان هذاك ستوك ديالو ما تيهزهاش كامله. يعني هنايا خاصو يشد شويه ويرد لك شويه، هنا كيبقى مشكل. وباش نتفاداو هذا المشكل كيمشي يدير لابونمون فلاسيغونس، يعني كيدير لا سوسكريبسيون ديال لاسيغونس باش تحميه من هاد يعني المخاطر. ولا انه تيمشي يجيب ضمانه من البنكه باللي راه الفوندور غياخذ رزقه واخا يوقع ليا ازمه واخا توقع ليا اي حاجه. وكاين ثاني مخاطر سياسيه، مثلا صيفط لي السلعه ياك البلد ديالي، وداك البلد ديالي تيعاني من الحرب ياك، دونك هنايا راه السلعه ممكن توصل ممكن ما توصلش. وحتى كاع الا بغيت نصيفط لك الفلوس ممكن يوصلوك ممكن ما يوصلوكش. علاش؟ حيت ما عندناش واحد الاستقرار سياسي، وتيكون حروب وتيكون شحال من حاجه. دابا غنمشيو لو ريسك دو شانج. لي ريسك دو شانج يعني هو انني مثلا غنشري عندك انت، غنشري عندك ياك غنبيع لك مثلا 5000 يونيتي، 5000 يونيتي غنبيعها لك يعني بواحد الثمن اللي هو كبير بزاف، غنبيعها لك مثلا ب 10000 دولار، 10000 دولار. وفي ذاك النهار اللي بغيت نخلصك فيه هبطات القيمه ديال الدولار، هبطات. دونك هنايا راه الفوندور مشى فيها، يعني بحال قلتي غيبيع السلعه بالخساره. يعني هنايا ما غاديش تكون عندك القدره باش انك تخلص هذاك الفوندور بالقيمه الاصليه ديال السلعه. علاش؟ حيت خلصتك بالاورو وانا خلصك بالاورو، يعني ماشي سوقي له هبطات القيمه ديالو ولا ما هبطاش. يعني هنا كيكون عدم الاستقرار ديال العملات ولا ديال الاسعار. دابا غنمشيو لا جيستيون اوتومات، لا جيستيون اوتونومي دو لانسيدونس دو ميجور دو رابيل. لا يعني لا جيستيون اوتونوم استقلال، بحال قلتي تسيير الاستقلالي دي زانسيدونس دو ميجور دو رابيل. يعني بحال قلتي الا وقع شي مشكل وكيفاش غادي تتصرف باش تحل هذا المشكل. اولا مثلا ما بغيتيش تخلصني، مازال ما توصلش بالقيمه الماليه ديالي بالرغم من انني درت كافه الوسائل القانونيه باش تخلصني. اولا كنصيفط لك يعني ان كوريي، قال لك غنصيفط لك ان كوريي لهذا لاشتور باللي راه الاجل اللي اتفقنا عليه سالا، راه خاصك تخلصني. هنايا كنصيفط لك واحد الميساج ياك، ومن بعد كيكون لا كونستاتاسيون دو نون دو بيمون اوتيليزي. يعني انني كنقول لك راه الشركه ديالنا بغات الفلوس خاصك تجي تخلصها. ومن بعد كونستيتيي دو ميزون دوني افون لو ريكور دو لاربيتراج، كنعاود ندير التذكير ديالك للمره الثالثه. يعني كنعطيك ثلاثه ديال المرات كندير التحذير ديالك بلي راه خاصك تمشي تخلص قبل ما نمشي للمحكمه. صافي في الاخر تنمشي لاربيتراج هي اللي كتكون كتصرف بيناتنا. دابا لي بوليس داسيغونس ماكس، يعني البنود ديال لاسيغونس ماكس. قالك سيدي البند الاول لو بوليس دو غارونتي دو كريدي سامبليفي، يعني بحال قلتي انها كتعطيك واحد الضمانه بسيطه بلي راه غادي تخلصك. اي لي ريزيرفي او بوتيت مويان انتربريز، كتكون بزاف كتهتم بزاف بلي بوتي مويان انتربريز، الشركات المتوسطه والصغيره، حيث انها كتعاونهم ماديا باش تشجعهم يديروا دي زيكسبورتاسيون. وكاين ثاني لو بوليس دو غارونتي دو كريدي بيرسوناليزي اي لي ديستيني او زيكسبورتاتور، يعني كتعطي هاد التعويضات لي زيكسبورتاتور، كتسمى بند ضمانه ديال الاشخاص اللي تيديروا يعني ديكسبورتاسيون. وكاين ثاني لو بوليس كاتاستروفيك، يعني في حالات لو وقع مثلا شي كارثه ولا مثلا كاين لو ريسك دو نون ترانسفيري، يعني هنايا في حالات لو وقع هاد المشكل هذا، يعني ان هذيك لا سوسيتي كتعطي واحد المونطون لهذاك لاشتور في حالات لو وقع ليه شي ضرر، وكتعطيه حتى للفوندور.
دابا لي كونديسيون باش اننا نستافدو من التعويضات ديال لو سماكس، يعني من التعويض ديال السماك. اولا لا مارشانديز دو اكسبيدي دونز ان بيريود دو فاليديتي دو بوليس، يعني ان هذيك لا مارشانديز خاصها تصيفط في هذيك لا بيريود اللي تنديروا فيه الكونترا، ياك خاصني نكون انا قانوني، يعني ما ندير حيت ما يمكنش تجي لاسيرونس وتعطيك الفلوس، ضروري تيكون واحد لونكيت في الاول شكون اللي عنده المشكل، شكون هادي، حتى كتبت باللي راه كتستحق ديك التعويضات عاد كتشدهم. وكاين ثاني لو كوز دو ديفيونس دو اتر ليي ا لا رياليزاسيون دان ريسك، بحال قلتي مثلا انه الا ما قدرتيش انك تعطيني الفلوس، ياك خاصك ضروري الا ما قدرتيش انك تستلم دوك الفلوس ضروري كديكلاري بلي راه مازال ما استلمتيش الفلوس في لو مومون اللي درتو في الكونطرا. وكاين ثاني لو ديلي دو ريغلمون ناكسيد با 180 جور، يعني 180 جور ا بارتير دو لا دات ديكسبيديسيون دو مارشانديز، يعني انه ملي صيفط السلعه وهذاك الانسان ما يخلصكش ودوز عليها اكثر من 180 جور 180 يوم ما غاديش تبقى تشد دوك الفلوس، ما غاديش تاخذهم. علاش؟ حيت فتي الاجل القانوني باش دير ديكلاراسيون بلا ما توصلتيش برزقك. دابا غنمشيو للمخاطر اللي تتخلص عليهم واحد المؤسسه ديال لاسيرونس سميتها لو سميكس سوسيتي ماروكان اسيرونس دي اكسبورتاسيون، كتخلص على المخاطر الاستثنائيه، يعني لانسولفابيليتي دو ديبيتور ما بغاش هذاك البيرسونيل يخلصك، ولا لانكاباسيتي دو ديفينير او بيان دو ريغلي اون توتاليتي اي اون بارتي دو سا ديت، يعني لانسولفابيليتي دو ديبيتور et son capacité de définitive de régler la totalité en partie de sa dette. يعني مثلا عطيتيني الفلوس، يعني مثلا عطيتيني السلعه وما قادرش انني نخلصك فيها كامله، غنقول لك غنخلصك في النص حتى الشهر الاخر نعطيك النص، يعني هنايا لو سميكس كتعطيك داك النص اللي خاصك، يعني كتعطيك هنايا ما بغاش هذاك الكليان يخلصك مثلا نخلصك غير في النص والنص الاخر داه لك، يعني هذاك النص الاخر تتعطيه لك تتخلصوا لك منه، يعني من عندها هي كتعطيك تعويضات من خلال هذيك لاسيرونس اللي خلصتي. وكاين ثاني لو ريسك بوليتيك اي كاتاستروفيك، المخاطر السياسيه والمخاطر ديال الكوارث الطبيعيه، مثلا لو وقع شي مثلا صيفط السلعه ديالي عندكم مثلا اليابان مثلا وتوقع شي فيضانات ولا غرقات السلعه ولا ان السلعه مثلا اللي وصلت يعني تما كداوها مثلا الصفاره ولا شي حاجه يعني ما وصلتش السلعه، يعني هنايا تيقول لي لا شتو راه ما وصلتنيش السلعه، انا كنصيب بحال قلتي هذيك الشركه ديال لاسيرونس كتعطيني الفلوس ديالي، كتعطيني الفلوس ديالي وداك لاشتغ راه ما خسر والو اصلا ما وصلاتوش السلعه، يعني هنايا انا اللي تنكون ضايع، ولكن هذيك الشركه كتغطي معايا داك الريسك داك بحال قلتي داك الضرر ديال ان راس المال مشى ليا، كتعطيني واحد النسبه اللي كتعاونني نشري به لي ماتيير بروميير باش نعوض به ديك الخساره اللي وقعت ليا. وكاين ثاني لي ريسك كوميرسيال اكسترا اوردينير، لي ريسك كوميرسيال اكسترا اوردينير بحال مثلا يعني مثلا الى صيفطي ليا مثلا الفلوس فواحد المنطقه اللي ما فيهاش بزاف ديال لي بنك، ولا مثلا صيفطي ليا فواحد لا بنك عندكم نتوما وحنا ما عندناش، يعني هنايا مخاطر اللي هي استثنائيه ولكن تجاريه ياك. وكاين ثاني لي ريسك مونيتير اي نون ترانسفيرمي، يعني مثلا ملي تتبيع ليا بواحد العمله وفي الغد ليه كتهبط ديك العمله، راه هذاك الضرر مثلا بعتي ليا 7000 يونيتي ب 10 اورو لكل وحده يعني وفي الغد ليه هبطت قيمه الاورو وصلت قل من 6 ولا 6 بحال قلتي 6 درهم ولا 5 درهم، دونك هنايا كيكون واحد الضرر، يعني الفلوس باش بعتي ليا هبطوا ما بقاوش ساويين ديك القيمه اللي كانت عندي في بالي. مثلا ملي تتبيع ليا بواحد العمله وفي الغد ليه كتهبط ديك العمله،
راه هذاك الضرر مثلا بعتي لي 7000 يونيتي ب 10 اورو لكل وحده يعني، وفي الغد ليه هبطت قيمه الاورو وصلت قل من 6 ولا 6 بحال قلتي 6 دراهم ولا 5 دراهم، دونك هنايا كيكون واحد الضرر يعني. الفلوس باش بعتي لي هبطوا ما بقاوش ساويين ديك القيمه اللي كانت عندي في بالي، يعني هنايا ديك القيمه اللي كانت عندك في بالك كتعوضها لك الشركه ديال السميكس. دابا لي ميثود ديكستيرناليزاسيون دي غاسك، يعني بحال قلتي الطرق اللي غنتعمدوا عليها باش اننا نتفاداو هاد لي غاسك. كاين لو فاكتورينغ، اشنا هو لو فاكتورينغ؟ سيتون فينانسمون دو ريكوفرمون دي كريونسي دو ليكسبورتاتور بار ليتابليسمون سبيسيال ابيلي فاكتور، يعني انني كنعطي الوراق البنكة باللي ان كنعطي الخلاص يعني الفلوس البنكة، ياك مثلا انني بعت لك واحد السلعه، بعت لك اون مارشانديز ياك، عطيت ليها هاد الفاكتورينغ، هذا عطيت ليها الفاكتورينغ يعني البنكة ياك، ما بقيتيش بغيتي تخلصني وعطيتها الفاكتوره ديال السلعه، البنكة اون فوا كتشوف الفاكتوره كتخلصني كتعطيني رزقي نيشان، وكتولي تسالهم لهذاك السيد اللي صيفط ليه السلعه، يعني هنايا البنكه كتلتزم باش تخلصني انا ياك، وكتبقى تتابع قضائيا هذاك الانسان اللي ما بغاش يخلصني. وكاين ثاني لو دوزيام تكنيك اللي هي لو فورفيتينغ، اشنو هو لو فورفيتينغ؟ سي اون تكنيك كي بيرميتغ دو فوند او ديسكونتي لو كريونس ا ان ايتابليسمون فينونسي سبيسيال، مثلا عطيتيني واحد الورقه باللي غادي تخلصني، وهذيك الورقه انا كنمشي نبيعها للبنكه وكنتخلص فلوسي، ولا كنبيعها لشي واحد وكتبقى تتعامل مع هذاك الواحد. مثلا انا جا عندي كليان شريت عنده لا مارشانديز، مارشانديز واحده اخرى عطيته هذيك الورقه، يعني خلصته بديك الورقه، وداك السيد تيمشي تيشوف مول الورقه وتيولي يتعامل معه اللي هو انت ما بغيتيش تخلصني، انا بعت هذيك الورقه وخديت فلوسي، وداك السيد اللي عطيتها لي هو اللي غيولي يتسالهم لك. دابا غنمشيو لي ميثود دو جيستيون دي غاس، كاين لا ريبارتيسيون دو شيفر دافير، يعني انني كنمشي انني بحال قلتي ما تنعتمدش غير على فئه وحده، كنفرق الشيفر دافير ديالي على فئات كبيره بزاف باش يكون عندي دخل مادي متنوع. وزيد عليها لا ريادابتاسيون دون كلوز دو ريزيرف دو لا بروبريتي، يعني نديرو لو كلوز دو ريزيرف دو لا بروبريتي، مثلا انا صيفط لك السلعه لو وصلت لمرسى شكون اللي يتحمل المسؤوليه، الا وصلت للديوانه شكون اللي يتحمل المسؤوليه، كاينه في البحر شكون اللي يتحمل المسؤوليه، يعني كل بلاصه كنديروا فيه داك الانسان اللي يتحمل المسؤوليه باش لو وقع شي حاجه ما نكونش انا اللي مسؤول. وكاين ثاني لي شيونس دو بيمون، يعني لي شيونس دو بيمون يعني انني كنعطيك ليسكونت، ليسكونت كوميرسيال، كنعطيك واحد التريطة كنقول لك من هنا للخر ديال الشهر غنعطيك الفلوس ياك، يعني هنايا هذيك التريطة انا ما عطيتي، الا ما عطيتيني الفلوس كنمشي نديها للبنكه كتعطيني الفلوس وكتبقى تسالها لك، يعني هنايا خاصك تولي ترد البال اونيفو ديال لا جيستيون دي غاسك، يعني تولي تطلب بحال هاد الوثائق باش ما تطيحش يعني في الفخ. وكاين ثاني لا بريفونسيون، يعني بيرسيفوار لي غاسك افون لو ترانسفير، يعني ان لا بريفونسيون، يعني غنقول لك مثلا خاصك تعطيني الفلوس عاد نصيفط لك لا مارشانديز، يعني هنايا ما يمكنش انك توصل بالسلعه من غير لما شديتيش الفلوس ديالك. و لو ترانسفير قال لك ثاني لوتو كوفيرتور دي غاسك، يعني كيفاش انني نتصدى لهذه المخاطر بشكل اوتوماتيكي. اولا خاصني نختار واحد الوسيله ديال الخلاص اللي كتكون مؤمنه، يعني الفو شوازي اون انسترومون دو بايمون بيان اون تكنيك دو بايمون كي سيكوريزي لا ميزور دو دوتاسيون اي دو بروفيزيون بور لو كليون، يعني غنعطي يعني خاصنا نحدو كل ديتاي ديال هاد لوبيراسيون اللي غنديرو في حاله لو وقع شي حرب اشنو غادي